الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في خضم هذه الأوقات الصعبة الحرجة على الجميع، الأمريكان مسلم فور بالستاين واحدة من المؤسسات التي يجب ألا نغفل عن تقديم يد العون لها. إنها تقف على ثغرة مهمة في الدفاع عن قضية الأمة، قضية الأقصى وفلسطين، ولزاما عليها أن تستمر في مشاريعها وبرامجها، ولن تستطيع الاستمرار دون دعمكم وصدقاتكم، وإنه ليس لها أي مصدر تمويل سوى تبرعاتكم. إنها من الأبواب التي تصرف لها زكاة المال، فاجعلوا للأقصى وقضيته نصيبا من زكاة أموالكم تليق بقدسية الأقصى. عسى الله تعالى أن يرفع البلاء عنا جميعا وعن فلسطين ومسجدها الأقصى الذي لا يزال يئن تحت وطأة الاحتلال مذ عشرات السنين.